كده عشان الناس ما تشتكيش من الصوت. اوكي قولي لي يا سلمى انت جايه لي ليه؟ جايه لك علشان احكي لك حملي. ماله حملك؟ حملي من ال اوكي زكيه كده. اوكي تمام تمام قولي لي. حملت من شخص من غير ما ابقى موافقه ومن غير ما يبقى فيه زواج رسمي. وبعدين وكان حمل مش عادي. ماله يعني؟ حمل من شيطان. اي حمل من فاتي ده؟ اي حمل وانت مش موافقه او من شخص مش عادي هيبقى حمل من شيطان؟ لا هو حقيقي فعلا هو انسان شيطان. يعني هو اصلا كشخصيه هو شخصيه شيطانيه. انسان مش طبيعي، مش ولا تعرفي مسلم من مش من يهودي، ما تعرفيش. عنده اباحه لاي شيء، اي شيء حرام هو مباح لي، هو مباح لي في اي حاجه. انت قلت ان انت كنت واحده من ضحايا بنات كتير عمل معاهم كده نفس القصه. نفس التفاصيل، نفس الطريقه، نفس الكلام، نفس كل حاجه، نفس الدخلات بتاعت شركته، اهله، كل واحد ليه دور، كل واحد موجود دخلك بيعمل. ازاي غايه ما حملتي؟ دخل لي عن طريق لما لجأت له في مشكله، قال لي انا بعالج بالقران وانا هعمل لك، عندي قدره ان انا انفذ لك اللي انت بتطلبيه. اللي بطلبه كان مشروع جدا جدا جدا، ما كانش فيه اي اذى لاي حد، ولا كان فيه حتى هدف غير انساني. كنت بتطلبي حاجة ليها علاقة، أنا أمسكه. أوكي. كنت بتطلبي حاجة ليها علاقة بحد؟ كان ولادي كان عندهم مشكلة إن باباهم لما كبروا شوية كده بقوش مش موجود قوي، فكانوا متأثرين جدا نفسيا جدا بإن هم مش موجود. يعني أمسكي كده؟ يعني شاطر. إن هم مش زي بقية الأولاد، باباهم مش بيزورهم. لو ما كنتش أنا اللي أخدهم من إيديهم، لو ما كنتش انا اللي اخدهم من ايديهم واحطهم قدام باب شقته في عيد، في مناسبه، في رمضان، في سفريه، في اجازه، ما يسالش. بالعافيه كل حاجه، بالعافيه كل المصاريف، بالعافيه بيدفع مصاريف بعد سنتين ثلاثه، حاجه دلوقتي المفروض يدفعها كده. فكنت عايزاهم. قلت تلجئي قلت تلجئي لجلب الحبيب؟ لا 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 خالص. او جلب الطليق؟ لا ولا كنت عايزاه اصلا خالص. وكلامي موجود وكلامي مثبت، كلام مش مرسل، كل كلام عندي بشات، بصوره، بصوت، بكل حاجه. حلو. لجأتي له، قال هو قال لك انا بعالج بالقران، هوب لقيتي نفسك حامل. ده اللي حصل. ده ايه؟ ده اللي حصل. حتى لو قربي يعني بقى عشان الناس بتقول لك الصوت. الصوت حاضر، احنا لايف كده كويس والناس بتشوف. تمام اوكي. ده اللي حصل لما كان عنده القدره ان هو يعمل كده، وما كنتش فاهمه، ما كنتش فاهمه ومدركه ان اللي بيعمله دوت مش ملوش علاقه خالص بالقران. يعني كنت جاهله بالعلم دوت، ان اللي بيعمله يخلي الازازه تتحرك ويدوس على حاجه تطلع ويحفر يلاقي مكان حاجه، ده انا ما كنتش اعرف ان دوت حاجه اسمها جن وتسخير وسفلي والحاجات دي كلها. كنت بتشوفي ايه يعني؟ كان بيعمل ايه؟ بيعمل، هو عامل شو جامد جدا على الصفحات، مصر كلها والعالم كله بيشوفها وبيتابعها. لا يا شيخ. ومسيطر على الدنيا دي كلها، لان هو عنده القدره دي اللي الناس كلها بتنكرها. الناس بتنكرها ومحدش قادر يتجرأ ان هو يتكلم. لو اديت الناس مساحه هتسمعي قصص وبلاوي سودا، اللي موتت نفسها واللي انتحرت واللي اتقتلت واللي حرقت نفسها، كل دوت من شخص واحد. عشان طبعا بيعمل كده مع البنات ويصورهم وبعد كده يذلهم. يهددهم، مش كده؟ بالظبط. انا بقى واحده من الناس اللي جالي تهديدات وان هو هيرفع صور وهيعمل وبتاع، وانا ما خفتش وقلت له اعمل اللي انت عايز تعمله. وفعلا اتعمل لي بدل الصفحه 20 صفحه. بقالي انا عرفته من اخر واحد قعدت معاه، لحد قعدت معاه شهر، وبعد كده اصحابي والناس دخلوا لما لقوني بنهار وبتعب وبعمل، بيجي لي امراض فظيعه ومحدش عارف ايه السبب، محدش عارف هي فيها ايه، لدرجه ان انا فتح لي قبري. فلما الناس ابتدوا يحاولوا، يعني انا تعبت وفضلت مرميه على السرير محدش عارف فيها حاجه، وبطلع في الروح. كان واحده بيجي لها سكرات الموت، كان بيجي لي رعشه لدرجه ان السرير بتاع زمان اللي هو اللي فيه قوايم ده بتاع والدتي كان بيتحرك معايا، كان بيتحرك معايا لحد اما خلص خالص بقى. ففي مره من المرات بعد 4 5 ايام وانا في الوضع دوت، والجيران بقى خلاص طلعت والمصاحف اشتغلت والقران والكلام ده كله والشيوخ راحت وجت عليا، خلاص سلمت، هسلم امر لله بقى. فوصلت للمرحله المرضيه دي اللي عمري في حياتي ما حد يوصل لها يعني.
مهما كان عنده أزمات نفسية ومهما كان عنده زعل أو تعب أو الكلام ده. اللي حصل بعد كده لما أنا جيت اتكلمت الكلام ده، هو اتكلمت في شهر 5 لتفوق، هو سافر بعد عني لأن هو كان طول الوقت بيأثر، كان بيحاول إن هو ياخدني تاني لأن كنت تحت تأثير وما كانش في حد حواليا. لما الناس بدأت حواليا بقى يعمل حوارات ويعيط ويعمل نفسه إنه اتضرب وإنه في المستشفى عشان أرجع له تاني وأجيله ويعرف يسيطر عليا، لما بقاش يعرف يسيطر عليا بقى يسيطر على ابني الصغير، يخلي ابني يعمل حاجات كتير جدا لدرجة إن هو كان هيموت نفسه 7 سنين، يسيطر على والدتي، يسيطر على حد من المهم إن أنا ألجأ له أقول له تعالى وارفع إيدك عننا يعني، ويسيطر على أصحابي اللي واقفين واللي مستضارين والحاجات دي. لما سافر في شهر 5 عرفت ان انا حامل وقلت له، والكلام ده مصور بفيديو بتواريخ. هو بعديها باربع ايام او 3 ايام سافر دبي، هو بينكر ان الكلام ده، بيقول ان انا قلت ان انا حامل بعد ما هو سافر بثلاث شهور. كلام عندي مثبت بتواريخ وكلام ما فيهوش اي جدال. المهم انت حامل، عرفت ان انا حامل، رحت كشفت. طبعا هو فرح بقى وخليه ومش خليه، كانت الازمه كلها بيني وبينه والمشاكل اللي كانت بيني وبينه اني ما طلعش ورقه اثبت بيها انه لما حصل بيني وبينه حاجه ما فيش. شربني بقى، بعمل بخور، رش ميه، المهم ان هو عمل حاجه انا متاكده 100% ان لو حتى عمل الموقف دوت مره، مش عشان الميه، هو لو عمل كده شربني حاجه في ميه فهيبقى مره، فانا مش هشربها تاني اكيد منه حاجه، او ان انا هاخد منه حاجه تاني. فلما تتكرر مره واثنين وثلاثه وعشرة، وما كانش اقامه يعني، ما كانش عايش معايا هو، بس كان بيجي يهديني ويعمل اللي هو عايزه وياخد بعضه ويمشوا بالاسبوع وما اشوفوش الاثنين، فتقريبا بتاع حوالي ما كملناش 10 ايام بدا الموضوع يبقى انا مش عايزه الطفل ده، مش عايزه من بني ادم دوت بشره بمشاكله بشركته باهله حاجه، لان هم كل واحد ليه دور كان معين بيثبت بيه حاجه معينه عشان يديك الامان. انا هاخدك عن شقه مراتي، ما هي مراتي يعني مش اكيد مش هاذيكي، انت معكيش محرم، طب اتفضلي، ده بيت اهلي، ما انا مش هعمل حاجه بقى، ده انا جايبك بيت اهلي، في امان اكتر من كده؟ وطبعا اهله مرحبين، اهلا يعني يا حبيبتي، شفتي اهله؟ طبعا، وانا قايل لهم ان انت مراتي فعلا. طيب ماشي، واقعد استمر ان انا استنى ورقه تطلع، مفيش. بعد كده قررت ان انا هنزل الطفل ده، قررت ان انا هنزل الطفل ده. الطفل ده وقت رحت عملت سونار، فالدكتور قال لي علشان هو صغير جدا ما كانش باين في في السونار، لكن باين في الحمل اللي هو العادي والحمل الدم. وبعد 10 ايام او اسبوع تعالي اديني، تعالي هعمل لك تاني كشف اعرف هو بالظبط امتى اللي حصل الحمل ده وهو عمره قد ايه. بس هو في الاول خالص، لان انا كنت طول الوقت قلقانه ان انا احمل، فكنت على طول كل اسبوع ولا حاجه اعمل تيست. خلاص الكلام على كده، نزلته بالعافيه بجد، نزلت البيبي بالعافيه بالعافيه يعني، برشام حاجات ما قعد شهر تقريبا ينزل. عارف ان كان عمره قد ايه وانت بتنزليه؟ ما هو انا كان في الاول يعني ما نقول شهر، لان هو كان 6-4، احنا بنتكلم في ما كمل شهر اقل اكتر، ما اعرفش، ما دققتش بالظبط، لان كنت خلاص ايا كان هو هينزل ان شاء الله يكون عنده سنتين هينزل. فانا خلاص بقى اخدت القرار وفعلا نزلته. هو ابتدى بقى، هي ابتدت اتكلم على الصفحه بتاعتي، ابتدت اتكلم وما عنديش حد على الصفحه، اتكلم نفسي ويا جماعه حصل كذا كذا، كاني انا بكلم حد وبقول تجربتي وغلطتي ومراري علشان ما حدش تاني يتاذي. ففوجئت ان الناس كلها متابعاني بس مش عندي، ما كنتش اعرف. البنات بقت تتابعني وتخش تعمل اكونتات فيك تتكلم معايا تحكي لي اللي عملوا معاهم. ابتدى يهددني لو ما سكتش بالظبط كده، وبنات كتير ومن مستويات كبيره. فابتدى يهددني لو اتكلمتي هرفع صورك، لو انا اذيتك المره اللي فاتت وقلبتك بالعربيه ورفعتي على ابنك المره اللي فاتت، المره دي هاذيكي، هعمل، هسوي، هخلي شغلك، هرفدك، هعمل كل الكلام ده. قلت له ولا يهمني وهفضل اكمل. كل يوم كانت تظهر لي ضحيه واثنين وثلاثه كل يوم. عارف كان فاتح مكتب كان بياخد البنات فيه وسوري يتحرش بيهم ويقلع بنطلون حاجات غريبه، حاجات محدش شافها ومحدش قدر يتكلم عليها. بنات من كرة، بنات من برة، بنات من هنا، بنات من مرة مصر خالص، واجانب فحتى الاجانب، حتى الاجانب كانوا رافضين طريقته اللي هي بدون اي يعني. نعمل ايه سايت؟ اعمله سايت. انت دلوقتي حتى الاجانب اللي هم مفروض ان الحاجات دي بالنسبة لهم دي طبيعة حياتهم وتقاليدهم، رفضوا ان هم يعملوا كده تحت تأثير سحر.
اما جيت اتكلمت وقلت هعمل محضر وهثبت، ما كنتش عايزه امشيها قضيه نصب بس. هو كلنا اتاخد مننا فلوس وكلنا اتهتك عرضنا وكلنا، لكن تحت تاثير ايه؟ مش عشان شربت حاجه، ولا هو ولع بخور ودخت وحط حشيش، لا لا. وهفضل مصره على موقفي لحد ما اثبت ان انا اللي كلامي صح، انا والبنات. لان لو احنا عملنا كده بارادتنا، يبقى احنا بنات مش كويسه وبنتبلى على الشخص ده بان هو ايه ما عملش حاجه. الحاجات دي مش حقيقيه تماما، الحاجات دي مش حقيقيه تماما. في بنات بنوت، في ستات متجوزه، في ستات طلقها واتجوزها، في رجاله جابوه وطلقهم وحصل بينه وبين التانية علاقه. والموضوع دوت منتشر جدا. لو الناس ادت مساحه هيسمعوا بلاوي بلاوي. الناس داخله بيوتنا وبتقول ان هي بتقول قال الله وقال الرسول، ومحدش قادر يثبت عليهم حاجه. سلمى، طب انت دلوقتي طلعتي في كذا حته تمام، والنهارده طلبتي تقابليني وانا بصور معاك اهو، ايه هدفك؟ يعني هدفي إيه؟ هقول لحضرتك هدفي. اولا نعترف بالموضوع، اوكي؟ دي سكه انا ماشيه فيها وان شاء الله هتخلص. عايزه اتكلم بقى من ناحيه حاجه تانية خالص خالص. عايزه اتكلم في النقطه اللي خلتني انا وغيري نلجا لواحد زي ده او غيره. ايه النقطه بقى؟ كل بني ادم عنده مشكله مأثره عليه في حياته او ضغطاه مش عارف يعمل فيها حاجه. معظم الحاجات اللي بضغطاني او اللي هو يعتبر اكتر حاجه مشتركه بيني وبين الناس دي، الزوج اللي ما بيصرفش، اللي ما بيشوفش، اللي مانع وصل، اللي مانع، اللي ما كناش نصل رحم بالعافيه، ما فيش. طب انا عايزاكي تقولي حاجه اللي بيواجه اي حاجه جلب الحبيب ومش عارفه ايه، قولي لهم كده نصيحه. اقول لهم عشان نصيحه؟ انا مش هقول لهم هم نصيحه، احنا ضحايا. ضحايا بندور على اي حل نوصل بيه للحاجه تريحنا، تعيشنا مبسوطين وعيالنا قدامهم مرتاحين نفسيا. انا بناشد حد في القانون، في القانون. انا لما بيأس في قعدات عرفيه وبيأس في قانون، بلجأ للناس دي. انا بلجأ للناس ديت بعد ما ابقى خلاص يأست من كل حلول الطبيعيه الرسميه للدجالين. يعني انا ما هو ما كانش قايل ان هو دجال، هو مش معترف انه دجال، هو مش كاتب على صفحاته دجال، هو معالج روحاني بيفتحوا مراكز على مستوى الجمهوريه، معالج روحاني. الناس بتقولي على البتاع دي غاويه شهره، ماشي مفيش مشكله عشان أوكي. هي غاويه شهره، ايوه ماشي، ايوه ماشي. ما هوش حاجه يعني، ما هياش حاجه كانت جميله جدا يعني، ولا انا حصل لي موقف فظيع. انا عريت نفسي وقلت اللي حصل لي واللي حصل لبنات كتير مش قادرين يتكلموا فيه، عشان انت وغيرك تاخدي بالك منه وما تروحيش وما تصدقيش. اقول لك بقى قران ولا اقول لك؟ ما فيش حاجه اسمها الكلام ده خالص، فيش حاجه اسمها القران. القران اطهر واشرف واكبر من انه يعمل الاعمال السفليه دي، من ان احنا ينتهك عرضنا ويتنسب اموالنا ونتسلب حياتنا وروحنا ونتبهدل ونتفضح ويتعمل فينا كل الكلام دوت. بالقران، القران بريء من كل الناس دي. المراكز اللي مفتوحه ومحدش عارف تراخيصها، ويقول لك انا معايا اجازه وهو اصلا لا بيعرف يقرا ولا يكتب، ويقول لك انا مؤلف كتاب وهو اصلا جاهل، واللي يقول لك اصلا انا بطلق، ويروحوا يسافروا بلاد بره وخلايجه ويجي لهم ناس معرفش من مستويات منين وعربيات فارهه. ده كل دوت علشان ايه؟ كل ده عشان ايه؟ اكيد عشان انت معاك حاجه مسيطره على الناس دي كلها. والله ولا معاه حاجه ولا مسيطره ولا نيه. طيب انت بس اللي قلتي صدقتيه. ماشي، انا وغيري وغيرك. طب خلاص لموهم بقى، لموهم، لان هم الناس دي بتخش بيوتنا. بعدين بقى نبقى نثبت موضوع ان في سحر وما في سحر. المهم ان احنا اتعامل معانا كل حاجه ما ترضيش ربنا ولا ترضي البشريه ولا ترضي الانسانيه في اي حاجه.